التعادل السلبي بدون أهداف في لقاء سيطر عليه النادي الأهلي خلال ال 45 دقيقة الأولى أو ال 41 دقيقة اللي احنا لعبناهم. أدي المتابعة بقى من أعضاء النادي الأهلي اللي موجودين كده حوالين الملعب. قلت واحدة من اللقاءات الكبيرة في كل المراحل السنية، عرضية بالبوكس يلحقها نور عمر، نور يلعبها على جنب ويقف على الكرة ويستنى شوية، رقم 6 علي إيهاب ياخدها من الناحية التانية. لعيبة النادي الأهلي في اتجاه حسام عادل يسقط جوه ال 18. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا ولد، ايه يا ابن الجمال ده؟ عمر سيد بقول لحضراتكم لعيب اكبر من سنه، لعيب ليه شخصيه، على صدره ايه، قلبها ايه، وحلاوه ايه، وجمال ايه. الهدف الاول للنادي الاهلي بعرضيه بلسم فوقتنا يا ابن اللي فاتت دي، حلوه حلوه حلوه، هنشوف الجون وحلاوته تاني. عمر سيد معوض، بص العرضيه، ابراهيم عادل عاملها بالمقاس، وادي الاستلام ودخل في مكان عبقري. يا ولد يا ولد يا ولد، عمر سيد معوض، هدف في منتهى الجمال والروعه، يترجم السيطره الاهلاويه خلال اوقات. انما يطلع نور ويحل المشكله والازمه الدفاعيه لفرقته، انفراد لهشام مصطفى كان ممكن يجيب الجون الثاني ويغطي النتيجه، انما يرد بهجمه مرتده في منتهى الخطوره يحطها في الجون، مش ممكن. جول 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 لنادي انبي، وخطا من لعيبه النادي الاهلي، ويسجل على طول اللاعب الخطير علي ايهاب اللي قلت لحضراتكم هو اللي عامل الخطوره، هدف. وبعد ما كان بيتدخل كده حسام عادل، الكره عدت بغرابه بعد خروج فتحي مصطفى حارس المرمى. التعادل لانبي في وقت صعب جدا على النادي الاهلي. ادي الحكايه من اولها، الكره اتعملت في اتجاه اللاعب الخطير علي ايهاب، زق ودخل ال 18 وخد حسام عادل كده في ظهره ويلعبها سهله، خطا كده من الحارس فتحي مصطفى بعد ما كان عامل مباراه جيده، كان المفروض ما يخرجش فتحي مصطفى وياخده ويعمله هجمه مرتده، نزل لتحت هشام مصطفى، تمريره اماميه ممكن يستلم ويعمل انفراد. ادي اللعبه، خطير خطير، ممكن 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 الجون الثاني، جول جول جول، الهدف الثاني يسجله البديل محمد سعد. ثنائيه اهلاويه في مباراه قويه بين الفرقتين النهارده، هيتجننوا لعيبه النادي الاهلي اللي كانوا اكثر سيطره، اكثر استحواذ، واكثر وصول للمرمى واهدار للفرص، انما ام بيعدل في اخر 8 دقائق ويرجع الاهلي بالتقدم. ادي التمريره، وقلت ممكن من بره ال 18، لمها كويس قوي محمد سعد وخد الراجل كده قلبه مرتين، قلب الراجل مرتين وخدمته برده، زقها له كده احمد شريف ويكمل فيها محمد سعد عشان يحط فرقته في المقدمه مره ثانيه بهدفين مقابل هدف.